تتقي الله تبارك وتعالى في نفسك. دعوة إلى الله تبارك وتعالى خاصة في هذا العصر لم تعد مسجدا ولا بقا، وأنتم تعلمون أن تكفيره وحزبه لا يمتلكون حجارة ولا مساجد، ويعملون ماذا يتصور من أجل هدم هذا البلد. فلنتقي الله تبارك وتعالى. والوزارة عندما اتخذت القرار فهي صاحبة الشعب مسؤولة عن أمام الله ثم أمام الناس والتالي، وتفعل ما تراه صائب. ونحن إذا كنا في المقدمة كنا في المقدمة، وإذا كنا في السابقة كنا في السابقة. من أراد أن يعمل لنفسه فليفارقه، ومن أراد أن يعمل لله فهو على رأسه. فلنتقي الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يجرح مسموح، لا يجوز، لأن هذا لم نربى عليه. هل هذا ما تعلمناه؟ نحن تعلمنا أن نحافظ على بلدنا، لأن الحفاظ على النسل في هذا العصر هو عين الحفاظ على الإسلام. أراد الله تبارك وتعالى اختبار أهل هذا البلد لأن يعلم في هذا الوقت الذي هم فيه. إذا انهارت مصر أسأل الله لها السلامة والعافية من كل سوء. انهارت الدول الإسلامية كلها.